أخرى. المحاولة هنا المرور، لكن ضاعت الكرة، تعود مرة أخرى لفريق الكهرباء عن طريق اللاعب مصطفى الأمين. الأمين لكن قطع من قبل اللاعب حكم هاشم. ترجع مرة أخرى للاعب مرتضى جمال. مرتضى الجال يمنع، هنا فرصة لقطع الكرة لكن ترجع إلى اللاعب حارث فلاح في الجهة اليمنى، الظهير الأيمن، لكن ضاعت، هربت إلى رمية جانبية. أركان أمير، هنا اللاعب أركان أمير، هنا الجمال، كل جمال من قبل جماهير أربيل، الجماهير الحاضرة في المدرجات وبقوة، الجماهير التي تعطي كل المتعة لهذه المباراة التي هي حتى الآن ليست بالقوية، حتى الآن لم نرى تلك المتعة الكروية في أرضية الميدان، لكن على العكس تماما نرى كل المتعة في مدرجات ملعب فرانسو حريري. الجمهور الذي ليس له أي مثيل، الجمهور الذي هو حاضر من أجل تحقيق فوز ثمين، الجمهور الذي أشعل المدرجات والذي يعطي رسالة للاعبي أربيل بتقديم كل شيء، بتقديم الغالي والنفيس في هذه المواجهة من أجل التقدم. هنا فرصة لأربيل، العرضية ربعات من قبل عمار علي، تعود إلى دانيس. دانيس يحاول في هذه اللقطة، دانيس باللغة التركية يعني البحر، هل يغرق الكهرباء واللاعب دانيس فريق أربيل في أمواجه؟ أمامنا سقوط اللاعب أنايل بورغ على أرضية الميدان. المحاولات دائما مستمرة، الفرص دائما مستمرة، الفرص مستمرة، لكن حتى الآن هز الشباك غائب تماما. حلاوة المباريات دائما تكون في الأهداف، والأهداف غائبة. الحكم والابتسامة من الضابط، الضابط والحكم، والذي يضبط هذه المواجهة. هنا تسديدة ولكن إلى ضربة ركنية، ماذا؟ لا وجود لأي شيء. حارس المرمى أمامنا الحارس حسين عريجوني، كان اللاعب أنايل بارقع في مصيدة التسلل في اللقطة الماضية. تلعب الكرة من قبل الحارس حسين عريجوني إلى اللاعب أكام هاشم، تمريرة أمامية من أكام هاشم تصل لشيركو كريم، الأسد الأربيري إلى اللاعب ياسين عدنان، التسديدة يا ياسين، التسديدة إلى أين يا ياسين؟ فرص تضيع بالجملة، فرص بالجملة تضيع على لاعبي أربيل في هذه المباراة في شوطها الثاني، الشوط الثاني، شوط المدربين، الشوط الثاني. يا عباس يا عبيد، فريقك يدخل بقوة، فريقك يدخل بقوة من أجل هز شباك الكهرباء، لكن حتى الآن دفاعات كربلاء أو دفاعات الكهرباء حاضرة وبقوة من أجل مواجهة أبناء أربيل. إذن لا زالت النتيجة هكذا، لا زال الفريقان يبحثان عن الوصول إلى الشباك، لا زالت النتيجة سلبية. فريق أربيل يصل إلى المرمى لكن بدون أي فائدة، لا يستطيع الآن، الكل ينتظر الهدف الأول. هنا الفرصة، الكرة إلى الجهة اليمنى، المحاولة لأربيل، الكرة